عايز اتكلم عن فكره النواحي التنظيميه في مباراه الاهلي والزمالك. يمكن كابتن جمال مساعد كان بيتكلم في كلام مهم قوي عن الجمهور وحضور الجمهور، وليه راي انه الجماهير ما تحضرش. يمكن من نص ساعه بس، نص ساعه بس، محمد فضل مسؤول طبعا اللجنه الخماسيه او اللي بتدير اتحاد بتدير الكره المصريه طلع واكد انه حضور الجماهير من 5000 ل 10000 متفرج، لكن لم يتم الحسم بعد. شايف انه الكاف اتاخر في او يعني اتاخر في حسم الملف ده ولا لا؟ لا حسم أكيد. حضور الجماهير اكيد يعني الكاف برضو احنا مش عاوزين هو كاتحاد افريقي او اتحاد قاري الفترة الأخيرة قراراته متضاربة وقراراته مش في توقيتها. يعني القرار ممكن أي واحد ياخد قرار، بس عشان يبقى قرار ناجح لازم يكون له توقيت. لو أنت بتاخد قرار بعد الحدث ملوش قيمة، أو قبل حدث بكتير ملوش قيمة. فلابد أن أي قرار بيتاخد يكون قرار مدروس، درسته صح، اقدر اصدر قرار. حته اللي هي جمهور وغير جمهور دي من زمان، يعني من فتره طويله كان مفروض، ومتحدد يوم 27، متحدد استاد القاهره، ومتحدد كل ده، وكانت تيجي من الكاف ما تجيش من الاتحاد المصري اللي بينظم هذه البطوله. هو الكاف اعلن، هو الكاف هو المسؤول يا كابتن فتحي. هو الكاف اعلن ووصل هذه المعلومه طبعا للاتحاد المصري انه لا مانع له من حضور من 5 ل 10000 مشجع في المباراه النهائيه، بس منتظرين موافقه الامن. اكيد دي النقطه الاولى، هي نقطه الامن بقى اللي هنجيلها دلوقتي. ان دلوقتي منتظرين طبعا اكيد موافقه الامن، وموافقه الامن لسه بنتكلم مع ضيوفنا الاستاذ عصام شلتوت ومحمد القوسي، كنا بنتكلم في العمليه التنظيميه للامن، ان الطريق لازم يروح للامن قدامه برنامج، والكلام دوت مع اعتقد مع يعني الوقت اتاخر زي ما حضرتك بتقول. طبعا ان لازم هنبلغ الامن، لا يكون عندك، واصل الامن في جميع الاحوال طبعا قادر انه يامن، لكن المشكله في التحضيرات والتنظيم اللي هتخش بيه المباراه، زي البوابه، جلوس الناس، الكاميرات موجوده ولا لا عشان لو حصل شغب، فكل دي حاجات طبعا تخص الامن. لكن انت حضرتك رؤيتك ان هذا القرار جه متاخر من الكاف. متاخر. شوف يا كابتن، الامن لازم يكون عاملين حسابنا، لو مش 10000 لو 100000 صح هيقدر ينظم، وقادر انه ينظم. اكيد مليون في المية. بطولات افريقيا احنا شفناها الفترة الأخيرة. إذا نسيب موضوع الآن، بس هي الموضوع عملية تنظيمية. صحيح. التنظيم لابد أن ياخد وقته. النهاردة احنا دخلنا في يوم الثلاث. يعني الاثنين. يوم الاثنين تقريباً. يعني الاثنين هيضيع في كده، هيبقى عندي ثلاث أيام. بالظبط. طب لو أنا قررت وبعد كده وفاضل يوم، وبعدين بفكر في اليوم ده إن أنا إزاي هختار مين؟ مين ال 5000 من الاهلي و 5000 من الزمالك؟ صح. ان هيخش الجمهور ده هيخش ازاي؟